تراجع باطرة الأسماك في الكويت عن غلوائهم وخفضوا أسعار الأسماك الطازجة بعد حملة مقاطعة شعبية نظمها مواطنون كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي أجبرت شركات الصيد والتجار على تخفيض الأسعار. وعاد الزبائن إلى سوق السمك الرئيسية في الكويت المعروفة باسم سوق شرق الأسبوع الجاري بعد تخفيض الأسعار المبالغ فيها، خاصة سمك الزبيدي الذي يسمونه ملك الأسماك. وانطلقت حملة اتخذت شعار خلوها تخيس أي دعوها تفسد على موقع تويتر ذي الشعبية الكبيرة في الكويت، وتجاوبت معها قطاعات واسعة من المواطنين، وانتشرت عبر الرسائل المجانية لتطبيقات الهواتف الذكية، وذلك بعد أن وصل سعر السمك الزبيدي المفضل لدى الكويتيين إلى نحو 50 دولارا للكيلوغرام الواحد. إبراهيم محمد مرسي أحد الدلالين بسوق شرق: حملة ننظر لها كحملة ناجحة. احنا نشوف ان اسعار الاسماك كانت في تضخم واضح، كان مرتفعه الى سعر يعني لا يقبله ولا يمكن شراءه حتى اي مستهلك. وعلى الرغم من ترحيب المواطنين بنتائج الحمله، ما زال البعض يشتكي من ارتفاع الاسعار. يعني احنا العائله الكويتيه تكفينا كيلو ولا كيلو وين؟ ما تكفي. كم يشتريها؟ ب30؟ 30 هذا يشتري لها صوار ولا قلب احسن له؟ مو زبيديه بياكلها بيوم بيخليها؟ حرام، يتأسى يخيس ولا يقعد، حرام عليهم. وقال مسؤول بالاتحاد الكويتي لصياد الأسماك إن الأسعار تخرج عن نطاق سيطرة الاتحاد نتيجة توقيف القوارب ونفوق الأسماك وتغير المواسم وتقلبات الطقس. ورغم المستوى المرتفع للدخول في الكويت، إلا أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وتضاعفت أسعار الأسماك بسبب الطلب المتزايد وتضاؤل المعروض وعدم إقبال المستهلكين بقوة على الأسماك المستوردة.